لو الحكاية فيها إن فيتو. ده لسه جديد صح؟ جديد ده الدفتر ده. طب عايز الدفتر اللي قدام بتاع السلك اللي موجود ده واحد بدأ بعد السنة. هو بيرحل أرصدة كل سنة. يعني بيجي يوم 31/12 يقفل الدفتر يقفل الدفتر القديم ويعمل الجرد ويفتح دفاتر بالجديد. هو ده بقى كده. فعشان الواحد يتأكد مثلا إذا كان الأرصدة صح لازم تراجع الطبق القديم. يعني مثلا ده روشيت إيه؟ روشيتات روشيتات طبية. دفاتر روشيتات طبية صح؟ إيه مطبوعات؟ لا أنا عايز أشوف الإصالات صحيح. دفتر الإصالات ده دفتر المطبوعات. الاصالات اللي انتوا شغالين بيها بتطبعوها مطابع بره صح؟ اصالات التحصيل مع مركزي. مش اصالات التحصيل. اصالات التحصيل مركزي. مركزي منين؟ من الجمعيه، من اداره الجمعيه. لا ده القديم ده بتاع 2013 السنه اللي قبل. واعضاء اللجنه بيجردوا ويطبقوا الشفايات مع المستلزمات اللي موجوده. وده المخزن ده خارج المستشفى، خارج الجمعية، في عقار بجوار الجمعية. طيب تعال يا ولد انت تعال افتح لي. مفيش فلوس تانية غير دي. لا جوه اديني بقى كام ده؟ بص انت بتراضم في الخدمه يعني خدمه ايه بقى؟ بتروح للاستاذ محمد ابو رحيم اللي حضرتك ايه خدمه بس كويس. انا بيورد هناك تعالى بقى. ايه ورد ده؟ انا بجيبه فرع النهارده مع حضرتك في نهايه اليوميه. خلاص بقى انا بيت بس لو حضرتك مش هتفتح بالظبط خلاص. بعد كده كل اللي هيتحط ده داخل وبعد كده فيديو.